الجيل المهدي 30 سنه، سعيد علي موسى 37، علي مصطفى 29 سنه، والصحراوي عبد الرحمن 30. الهمى اهله الصبر والسلوان. فريق شبيبه القبائل يدخل هذه المباراه برحمن شمس الدين. حميدي ينجح في المراوغه الى الركنيه، الكره تلعب بسرعه، توزيع القائمه الثانيه، والهدف الاول، والهدف الاول عن طريق بركان. بركان رضوان، رضوان شوف هذه التوزيع القائمه الثانيه. بركان طبعا بعد نقدر نقول خطا في المراقبه والمتابعه الجيده من بركان، يفتتح باب التسجيل لصالح شبيبه القبائل في هذه الدقيقه السابعه. اذا هدف مقابل صفر بعد تمريره من كسيلة بوعالية. إذن بركان يفتتح باب التسجيل لشبيبة القبائل. ورفقا قتلوا أسامة اللي عنده الكرة، توزيعة لكنها سهلة في الكرة. أو تغيير جهة اللاعب، والآن طاهر فتح الله. هي كبيرة. وأيضا من حميدي بيزيد. ثم تسديدة. عيدة. حليمية دائما ينتظر يمرر. ثابتي تسديدة، محاولة التسديد من ثابتي العربي لمخادعة الحارس رحمن شمس. ثابتي العربي يمرر لكن سوياد. ها إعادة للهدف الوحيد المسجل حتى الآن. طاهر فتح الله زيعة لكن متابعة جيدة. طبعا أربع دقائق وقت بديل ستضاف. زكريا نعيجي فوق العارضة الأفقية. شوف اللقطة المعادة بعيدة فوق إطار المرمى. بين مواقي والتوزيع لكنها خارج بواسطة بركان. شوف هذه المحاولة. تبقى الخطورة قائمة. حسن خوجة إلى حميدي بصعوبة، دفاع الشبيبة يبعد. حسن خوجة ينجح في المراوغة، يتواجد داخل منطقة العمليات والمتابعة. لاعب ثابتي العربي شوف توصل الكرة، ينجح في المراوغة بطريقة جسمانية، يمرر لكن رحمن يتدخل في الوقت المناسب ويقطع مسار الكرة بهذه الكيفية. تخرج الكرة تبقى داخل أو دخل، وكاد الثاني، كاد يكون الهدف الثاني. ضاعت على زكريا نعيجي. غير هذه الكرة ومباشرة إلى رحمن شمس الدين. تعود مرة ثانية ماتوتي. ماتوتي وحيدا على الجهة اليمنى بالنسبة لهجوم شبيبة القبائل، يبحث عن وضعية مناسبة. أفضلية كانت، شوف ماتوتي مد أو سلم كرة وضع كرة في المستوى والمراوغة أيضا، لكن المتابعة كانت دقيقة من جانب الحارس أو هو من يتولى تنفيذ هذه الكرة. أرضية إلى الركنية يقول الحكم. مرزوقي نعيجي، نعيجي مع واحد لواحد، نعيجي يبحث عن حال والتسديدة القوية. قوة لكن كورتو شوف المراوغة الأولى ثم الثانية، وحتى الوضعية كانت تقدر نقول مناسبة للتسجيل، لكنها كانت فقط مناسبة للتسديد ما دام أن الكرة جانبت القائم الأيمن للحارس رحمن شمس الدين. ماتوتي في وضعية التسلل يقول الحكم. هي التسلل واضحة في هذه اللقطة. في التغطية لكن الحكم وما فيهش خطأ. تمريرة ماتوتي، ماتوتي وضيع الثاني. شوف التمريرة، ماتوتي في وضعية مناسبة، هاي وصلت الكرة وما انتظر كثيرا، حتى تسديدته لم تكن في الإطار، وبالتالي تدخل كان موفق أيضا من الحارس للتيم. ما كانش من هذه الكرة جزاء، ركلة جزاء امام احتجاجات لاعبي شبيبة القبائل. اللاعب لا شوف اللقطة، تمرير الكرة هو داخل منطقة العمليات. لا ربما صعب، صعب الحكم على هذه اللقطة. شوف من زاوية أخرى، لا ربما في هذا الاحتكاك ربما ضربة جزاء من خلال هذا التدخل او اللقطه بالقدم اليمنى لمدافع الشبيبه على اللاعب بوشريط. اذا مرات زائد بطاقه حمراء على عمريش.
دائما في انتظار تنفيذ ضربة الجزاء، بينما البطاقة الحمراء تبقى في من هذه الزاوية تبدو واضحة. اللاعب بوشريط مهدي عرقلة بالقدم اليمنى على القدم اليسرى لبوشريط مهدي. تنفيذ هذه الكرة، مرزوقي يتقدم، يسدد، يسجل، يعدل. إذن مرزوقي يعدل النتيجة. مرزوقي كورته في جهة وفي وسط المرمى طبعاً، ورحماني في الجهة المقابلة. إذن مرزوقي ينجح في معادلة النتيجة في هذه الدقيقة 84 من المرحلة الثانية. 8 دقائق وقت بديل. ما فيش خطأ على بوشت. تلعب هذه الكرة ليتيم يخرج بسرعة. أسامة ليتيم، شوف خروج نقدر نقول نسبيا غير موفق لحسن حظه أنه كانت فيها المتابعة من جانب دحامني خالد، وإلا الأمور آلت إلى ما لا يريده.